فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل من نصيحة وفقكم الله لمن يكثر من قول علي الطلاق علي الطلاق في كل شيء؟ ما يجوز هذا. إذا كان له زوجة تطلق منه، إذا كرره ثلاثا تطلق منه، لا يجوز يستعمل الطلاق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.